هذا وأطفئت الأنوار حول العالم في 172 دولة لإحياء الذكرى العاشرة لساعة الأرض من بين المباني الشهيرة والمعالم التي شاركت في ساعة الأرض: الأهرامات في مصر، وبرج خليفة في دبي، وساعة بيج بن في لندن، وبرج إيفل في باريس، والكريملين في موسكو. في خطوة للفت الانتباه لخطر التغير المناخي، أطفئت الأنوار حول العالم في 8:30 من مساء السبت بالتوقيت المحلي لكل دولة لإحياء الذكرى العاشرة لساعة الأرض. المبادرة التي بدأت في استراليا عام 2007 كبادرة شعبية من الصندوق العالمي للحياة البرية ضد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة برفع درجة حرارة الكوكب، تضمنت هذا العام إطفاء الأضواء الكهربائية لمدة ساعة في 7000 مدينة في 172 دولة، بهدف التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن التغير المناخي وتوفير الطاقة. ومن بين المباني الشهيرة والمعالم التي شاركت في ساعة الأرض: الأهرامات في مصر، وبرج خليفة في دبي، ودار الأوبرا وجسر ميناء سيدني باستراليا، وساعة بيج بن ومقر البرلمان في لندن، ومدرج الكولاسيوم في روما، والمسجد الأزرق في اسطنبول، وبرج إيفل في باريس، والكريملين، والميدان الأحمر في موسكو. أما الصندوق العالمي للحياة البرية فيرى أن الفضل يرجع لساعة الأرض في إطلاق مبادرات بيئية أخرى متنوعة، مثل الإعلان عن متنزه بحري في المياه قبالة الأرجنتين عام 2013 تزيد مساحته على 3 ملايين هكتار، وزرع غابة في أوغندا، وحظر المواد البلاستيكية الرخوة في جزيرة جالاباغوس قبالة سواحل الإكوادور.